بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا النهارده مع الجزء الثاني من اتزان جسم تحت تأثير ثلاث قوى مستوية متلاقية في نقطة. أول قاعدة هناخدها النهارده قاعدة لامي. بتقول إيه قاعدة لامي؟ بتقول إن إذا اتزن جسم تحت تأثير كم قوة؟ تحت تأثير ثلاث قوى، قاف واحد وقاف اثنين وقاف ثلاثة مستوية متلاقية في نقطة، فإن مقدار كل قوة يتناسب مع جيب الزاوية المحصورة بين القوتين الأخريين. يعني هيبقى في عندي كام نسبة بتساوي بعض؟ ثلاث نسب، قاف واحد القوة الأولى، قاف اثنين، قاف ثلاثة، على جيب الزاوية المحصورة بين القوتين الأخريين. يعني قاف واحد هي فين الزاوية المحصورة بين قاف اثنين وقاف ثلاثة؟ اللي هي الزاوية ايه؟ ايوه بالظبط كده، سيتا. قاف تساوي قاف اثنين على جاب الزاوية المحصورة بين قاف واحد وقاف ثلاثة، اللي هي مين هنا؟ اللي هي تمثل الزاوية اهي. تساوي قاف ثلاثة على جاب الزاوية المحصورة بين قاف واحد وقاف اثنين. قاف واحد وقاف اثنين الزاوية المحصورة بينهم اللي هي مين؟ القاعدة دي اسمها يا جماعة؟ اسمها قاعدة لامي، اللي هي شبيهة بقاعدة الجيب اللي احنا خدناها في حساب المثلثات. تمام كده؟ وبالتالي هنا اقدر استخدم قاعدة لامي في حالة اتزان الجسم تحت تأثير ثلاث قوى مستوية وبأكد متلاقية في نقطة. طيب، القاعدة الثانية اللي ممكن نستخدمها في حالة اتزان الجسم تحت تأثير ثلاث قوى اسمها قاعدة مثلث القوى. بتقول ايه قاعدة مثلث القوى؟ بتقول إذا اتزن الجسم تحت تأثير ثلاث قوى مستوية متلاقية في نقطة، برضه بأكد تاني إن لازم القوة دي تكون مالها في الآخر يا جماعة؟ متلاقية في نقطة. طيب، وأمكن رسم مثلث، وأمكن رسم مثلث أضلاعه توازي خطوط عمل هذه القوى. يعني إيه؟ يعني جينا مثلا آدي القوة قاف ثلاثة، جينا هنا رسمنا ضلع بيوازيها بالشكل ده كده. الضلع ده مثلا اسمه إيه؟ ألف ب. ده بيوازي اتجاه قوة قاف ثلاثة لأسفل بالشكل ده كده. طيب، وجينا رسمنا ضلع تاني بيوازي القوة قاف واحد بالشكل ده كده أهو، ده كده أدي قاف واحد، وجينا هنا رسمنا ضلع بيوازيه بالشكل ده كده أهو، اسمه إيه؟ ب ج، واتجاهه نفس اتجاه قاف واحد. وجينا قفلنا المثلث ده بضلع تالت يوازي القوة التانية أهو بالشكل ده كده أهو، ده كده جينا هنا رسمنا ضلع بيوازيه بالشكل ده كده، اتجاه قوة قاف اتنين، ويبقى الاتجاه ج أ. يبقى كده احنا رسمنا ايه؟ مثلث أضلاعه توازي خطوط عمل هذه القوة. مش بس كده، بص كده الاتجاهات عاملة ازاي؟ بصوا شايفين السهم ده؟ كده 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 كأنهم بيجروا ورا بعض، كأنهم بيلفوا ورا بعض. الشكل ده كده بنسميه ايه؟ في اتجاه بنسميه اتجاه دوري واحد. شايفين الاسهم دي كانها بتلف ورا بعض بالشكل ده كده. يبقى القاعده بتقول ايه؟ قاعده مثلث القوى، اذا اتزن جسم تحت تاثير ثلاث قوى مستويه متلاقيه في نقطه وامكن رسم مثلث اضلاعه توازي خطوط عمل هذه القوى وفي اتجاه دوري واحد، فان مقدار كل قوه يتناسب مع الضلع المقابل ليه في المثلث ده. يعني هيبقى عندي كام نسبه بتساوي بعض؟ برضه ثلاث نسب، قاف واحد، قاف اتنين، قاف تلاتة. قاف واحد مين الضلع اللي بيوازيه هنا؟ ب ج. قاف اتنين مين الضلع اللي بيوازيه في المثلث هنا؟ ج أ. قاف تلاتة مين الضلع اللي بيوازيه هنا؟ أ ب. القاعدة دي يا جماعة اسمها ايه؟ قاعدة مثلث القوى. تعالوا نشوف أمثلة على قاعدة لامي وقاعدة مثلث القوى. تعالوا نشوف مثال رقم واحد. بيقول جسم وزنه 24 سم كيلو جرام موضوع على مستوى مائل املس. يعني ايه املس؟ مستوى املس يعني مفيش خشونه، يعني مفيش قوه احتكاك. يعني انا لو حطيت الجسم على مستوى املس، في قاعده بتقول ان لو حطيت جسم املس على مستوى املس وزقيته كده، الجسم ده يفضل يتحرك الى ما لا نهايه، لان مفيش قوه احتكاك هتعوض الحركه بتاعته. موضوعنا دلوقتي على المستوى الايه؟ المائل الاملس. بيقول لي لو في جسم حطيناه على مستوى مائل املس يميل على الافقي بزاويه 30، ادي مستوى مائل وادي الافقي ويميل عليه بزاويه قد ايه؟ 30. وجينا هنا حطينا الجسم بالشكل ده كده، في كم قوه بتاثر على الجسم ده دلوقتي؟ في قوتين. مين؟ اول حاجه الوزن، ودايما الوزن بيكون اتجاهه فين؟ ايوه بالظبط كده، في اتجاه الجاذبيه الارضيه. يعني دايما اتجاهه هيبقى في اتجاه الجنوب لتحت كده،
يبقى ده الوزن. الوزن مقداره قد ايه بتاع الجسم ده؟ 24. طيب ايه تاني؟ اي جسم بيتحط على اي مستوى، المستوى بيأثر على الجسم برد فعل عمودي، وبيكون رد الفعل العمودي على المستوى، يعني هيكون بالشكل ده كده، ادي الجسم محطوط على المستوى، المستوى هيأثر على الجسم برد الفعل، ورد الفعل ده بيكون ايه؟ عمودي على المستوى بالشكل ده كده. الجسم ده كده فيه كم قوة بتأثر عليه؟ قوتين، الوزن ورد الفعل، هل هيتزن؟ ايوه انا سامع طلبه بتقول لا. ليه؟ لو تفتكروا احنا قلنا الجسم بيتزن تحت تاثير قوتين، في شرط ان لازم القوتين دول يكونوا متساويتين وفي اتجاهين متقاطعين وعلى استقامه واحده، دول مش على استقامه واحده. عشان كده قال لي ايه؟ لما نكمل بقيه المثال بيقول وحفظ توازن الجسم بواسطه ايه؟ قوه. اوجد مقدار هذه القوه في الحالات التاليه. القوه هنا قال لي ايه؟ في اتجاه قد اكبر من المستوى لاعلى. يعني القوة دي بتؤثر فين؟ بتؤثر على الجسم وبتشده في اتجاه المستوى لأعلى بالشكل ده كده. أدي القوة هنا. كده أصبح الجسم متزن تحت تأثير كم قوة؟ ثلاث قوة مستوية ومتلاقية في نقطة، وبالتالي أقدر أستخدم قاعدة لامي أو قاعدة مثلث القوة. الأسهل هنا أستخدم قاعدة لامي، ليه؟ لأن الزوايا هنا هقدر أجيبها كلها. تعالوا نشوف كده. ده الوزن الرأسي وده أفقي، الزاوية دي كام؟ 90. المثلث ده دي 90 ودي 30، هقدر اجيب الزاويه دي هتبقى 60، هجمع دول واطرح من 180. الزاويه دي هقدر اجيبها لان الزاويتين دول مجموعهم 180، 180 ناقص 60 يبقى دي كام؟ 120. وبالتالي اقدر استخدم قاعده لامي اللي بتقول من الاتزان. اقدر استخدم قاعده ايه يا جماعه؟ اقدر استخدم قاعده لامي اللي بتقول ان مقادير هذه القوى اللي هي مين ومين ومين؟ اللي هي قاف ور و 24 على ج ج ج قاف على ج الزاويه المحصوره بين ر و 24 في 124 اهي، ادي الزاويه المحصوره بينهم اللي هي 90 و 60 يبقى 150. طيب ر على ج الزاويه المحصوره بين 24 وقاف اللي هي كام؟ هي بالظبط كده 120. 24 على ج الزاويه المحصوره بين قاف و ر ده كام؟ 90. وبالتالي هقدر اجيب قيمه قاف وقيمه ر. قاف تساوي هناخد النسبه الاولى مع الاخيره، يعني 24 في ج 150 على ج 90، هنحسب الكلام ده هيطلع لي 12 ثقل كيلو جرام. عاوزين نجيب قيمه ر، رد الفعل العمودي. ر تساوي هناخد النسبه دي مع النسبه ديت، يبقى تساوي 24 في ج 120 على ج 90، ودي لما هنحسبها هتطلع ب 12 جذر 3 ثقل كيلو جرام. ده كده كان المطلوب الايه؟ الاول في حاله ان القوه تكون في اتجاه خط اكبر من المستوى الاعلى. طيب جه في المطلوب الثاني غير اتجاه القوه، ما بقتش كده. امال بقت فين؟ تعالوا نشوف. برضه نفس الكلام، عندي هنا جسم، برضه نفس الجسم ده موضوع على مستوى مائل يميل على الافقي بزاويه 30، برضه نفس الكلام. والجسم ده فيه كم قوه بتاثر عليه؟ برضه قوتين، مين ومين؟ الوزن، والوزن مقداره قد ايه؟ هو كان قايل لي 24 ثقل كيلو جرام، وزي ما اتفقنا هيبقى فيه رد فعل عمودي على المستوى بالشكل ده كده. وبيكون عمودي على المستوى. المره دي بقى قال لي ايه؟ قال لي ان القوه مالها؟ القوه افقيه، يعني ايه؟ يعني القوة هتمسك الجسم ده وهتشده في اتجاه افقي بالشكل ده كده. كده برضه أصبح الجسم متزن تحت تأثير كم قوة؟ ثلاث قوة، برضه هقدر أستخدم قاعدة إيه؟ هقدر أستخدم قاعدة لامي، بس برضه عاوز أجيب قياسات الزوايا اللي هنا، برضه نفس الكلام. الزاوية دي هتبقى 90، 90 و30 هجمعهم وأطرح من 180 يبقى دي 60. طيب ده إيه؟ افقي وده رأسي، يبقى الزاويه المحصوره بين الافقي والرأسي دايما 90 درجه. وبالتالي اقدر اجيب الزاويه ديت، الزاويه دي اقدر اجيبها ازاي؟ باي طريقه بقى. ممكن حد يقول ان هي بتساوي 30 لانها بتساوي دي بالتناظر، شايفين حرف الاف هنا؟ او حد ثاني يقول لا انا هجمع الزوايا دي كلها واطرحها من 360، ماشي. ممكن حد ثاني يقول الثلاث زوايا دول مجموعهم 180، نجيب الزاويه الثالثه دي باي طريقه. وبالتالي اقدر استخدم برضه قاعده لامي، يبقى من الاتزان هقدر استخدم قاعده مين يا جماعه؟ قاعده لامي اللي بتقول ان هيبقى عندي كام نسبه بتساوي بعض؟ ثلاث نسب، قاف
ورجل و24 على جنب الزاويه المحصوره بين القوتين التانيين، يعني قاف على جنب الزاويه المحصوره بين رجل و24، رجل و24 ادي الزاويه المحصوره اللي عباره عن 60 زائد 90 يبقى 150، تساوي رجل على جهه الزاويه المحصوره بين قاف و24 اللي هي كام هنا؟ 90 درجه، تساوي 24 على جهه الزاويه المحصوره بين قاف ورجل اللي عباره عن كام يا جماعه؟ 30 و90 يبقى كام؟ 120. وبالتالي خلاص اصبح عندي نسبه كامله، يبقى القاف هنا هتساوي 24 في جهه 150 على جهه 120. هنحسب الكلام دوت ونشوف هيطلع بكام؟ هيطلع ب 12 جذر 3 ثقب كيلو جرام. طيب الري هنا هو تقدر اجيبها؟ ري هتساوي كام هنا؟ هاخد النسبة دي مع دي، يبقى تساوي 24 في ج 90 على ج 120 اللي هتساوي 16 جذر 3 ثقب كيلو جرام. وبالتالي بقى كده جبت مقدار مين؟ قاف و ر في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية. تعالوا نشوف مثال ثاني على القواعد دي. تعالوا نشوف مثال رقم 2، بيقول خيط خفيف ا ب طوله 8 سم، ثبت طرفه ا في نقطة ثابتة وعلق وزن مقداره 300 نيوتن من طرف الآخر ب. يعني أنا هو خيط اسمه ا ب طوله 8 سم متعلق من نقطة اسمها ألف بالشكل ده كده، كأن مثلا معلقينه في سقف الحمرة مثلا، وجينا هنا علقنا وزن أو تقل في عند النقطة ب. الوزن ده هيبقى ليه إيه؟ أو الثقل ده هيبقى ليه وزن، والوزن دايما هيبقى يا جماعة رأسي لأسفل بالشكل ده كده. الوزن ده مقداره قد إيه؟ مقداره 300 نيوتن بالشكل ده كده. طيب إيه اللي حصل؟ بيقول لي أوجد مقدار القوة الأفقية اللازمه لحفظ التوازن على بعد 4 سم من الخط الافقي المربع ألف. يعني ايه؟ يعني جينا هنا واحنا مقصرين على الجسم دوت بقوه، شكلها ايه القوه ديت؟ قوه افقيه. يعني جينا هنا مسكنا الجسم ده وشديناه في الاتجاه ده بقوه افقيه، فايه اللي هيحصل للخيط دوت؟ بدل ما هو كان كده هيحصل ايه؟ هيميل بالشكل ده كده، زي ما احنا شايفين هنا، شايفين الخيط بان ازاي؟ تحت تاثير ايه؟ تحت تاثير قوه افقيه بالشكل ده كده، يبقى في قوه هنا شدت الجسم ده كده، قوه افقيه اهي، ادي قاف اهي. وهنا اصلا كان في جسم اللي كان وزنه كام يا جماعه؟ اللي كان وزنه 300 نيوتن. في كم قوة كده بتأثر على الجسم ده يا جماعة؟ في ثلاث قوة، القوة الأفقية قاف، والوزن بتاع الجسم بيشده الأسفل، والخيط ده بيعمل إيه؟ بيشد الجسم في هذا الاتجاه بالشكل ده كده. وقوة هنا بنسميها قوة الشد في الخيط، يبقى الجسم ده كده أصبح متزن تحت تأثير كم قوة؟ ثلاث قوة. طيب الخيط ده كان قايل لي طوله كام يا جماعة؟ كان قايل لي طوله 8 سم، يبقى الخيط دوت طوله 8 سم. طيب قال لي ان القوة الافقية دي مالها؟ في انهي مسافة؟ في انهي اتجاه؟ قال لي على بعد 4 سم من الخط الافقي المار في ألف. يعني لو انا جيت من عند ألف هنا ورحت عامل خط افقي بالشكل ده كده، اللي هو كاني بقول السقف بتاع الحمرة، والقوة الافقية دي هتبقى على بعد قد ايه منه؟ قال لي هتبقى على بعد 4 سم، يعني المسافة دي هتبقى 4 سم بالشكل ده كده. طيب تفتكروا في السؤال ده هنستخدم انهي قاعده؟ قاعده لامي ولا قاعده مثلث القوى؟ يعني فكروا كده. طبعا في طلبه من الواضح هتقول من الواضح هنا ان انا عندي اطوال اربعة، يبقى انا المره دي هستخدم مين؟ قاعده مثلث القوى. بس قاعده مثلث القوى لازم الاقي مثلث تكون اضلاعه بتوازي خطوط عمل القوى دي. تعالى نشوف كده. ا ب ج، ادي المثلث ده، هل ده يمثل مثلث قوى؟ تعالوا نشوف. ال 300 دي بتوازي انهي قوة؟ بتوازي انهي ضلع؟ بتوازي الضلع ج ب، لانها على نفس الاستقامة معايا. هو التوازي يا جماعة يكون برضه لو الخطين على استقامة واحدة يبقى في توازي. طيب القوة ق ديت بتوازي انهي ضلع في المثلث ده؟ بتوازي الضلع ا ج والاتجاه في هذا الاتجاه. طيب قوة الشد بتوازي انهي ضلع في المثلث؟ هي نفسها منطبقة على الضلع ج ب ا. تعالوا نشوف بقى كده المثلث دوت، هنلاقي ايه؟ شايفين الاسهم بتاعت المثلث ده في اتجاه دوري واحد، يبقى اذا المثلث ده يصلح ان يكون مثلث القوى. المثلث ده اسمه يا جماعه المثلث
ألف ييم ب، ده نقدر نقول عليه هو مسدس القوى اللي أضلاعه بتوازي خطوط عمل هذه القوى وفي اتجاه دوري واحد. طيب قاعدة مسدس القوى بتقول إيه؟ بتقول إن مقدار كل قوة هيتناسب مع الضلع اللي بيوازيها، يعني القوة الأولى كام؟ 300، والقوة الثانية ق، والقوة الثالثة ش. 300 دي بتوازي أنهي ضلع؟ الضلع ج ب، والقاف بتوازي الضلع ا ج، والشين الضلع بتاعها اللي هو ب ا. مطلوب مني ان انا اجيب اطوال اضلاع المثلث، هل الاطوال كلها موجوده عندي؟ تعالى نشوف كده. الجيم ب طوله كام؟ طوله 4 سم، يبقى انا ممكن اشيل جيم ب ديت واكتب مكانها 4 سم. طيب الالف ب طوله كام؟ 8 سم، يبقى انا ممكن اشيل ب الف واحط 8 سم. طيب الالف جيم هل موجوده طولها عندي؟ لا، بس اقدر اجيبه. ايوه اقدر اجيبه بنظريه يا جماعه، اقدر اجيبه بنظريه فيثاغورس، ان ا ب يساوي، يبقى ده مثلث ايه؟ مثلث قائم، هيساوي 8 تربيع ناقص 4 تربيع، وده لما نحسبها هتطلع 4 جذر 3 سم، وبالتالي يبقى ال ا ب دي اقدر اشيلها واحط مكانها 4 جذر 3. اصبح عندي نسبه كامله، اقدر اجيب قيمه ق وش. الشين هتساوي، اخد النسبة الأولى مع الأخيرة، يبقى تساوي 300 في 8 على 4، وده لما نحسبه يطلع 600 نيوتن. أقدر أجيب القوة ق كمان، يبقى ق هنا هتساوي، اخد النسبة دي مع دي، يبقى 300 في 4 جذر 3 على 4، ودي لما نحسبها هتطلع ب 300 جذر 3 نيوتن. وبكده انا قدرت اجيب قيمه ق وقيمه ش باستخدام قاعده ايه في المثال ده؟ باستخدام قاعده مثلث القوى. تعالوا نشوف مثال ثالث على قاعده تعالوا نشوف مثال رقم 3، بيقول كره معدنيه وزنها 2 ثقل كيلو جرام وطول نصف قطرها 30 سم. زي ما احنا شايفين هنا ادي كره معدنيه وزنها كام؟ وزنها 2 ثقل كيلو جرام. بتؤثر فين؟ الوزن دايما يؤثر في مركز الكرة لأسفل بالشكل ده كده، يبقى الكرة دي وزنها 2 ثقل كيلو جرام لأسفل بالشكل. طيب مالها؟ ربطت من نقطة ب على سطحها بخيط طوله 30 سم، ومربوط طرفه الآخر أ من نقطة في حائط رأسي أملس، يبقى الكرة دي مسنودة على الحيطة دي كده، بالشكل ده كده. والحائط دوت رأسي أملس. وجينا هنا عند الكوره ديت، رحنا جايين من احدى النقط بتاعتها، رحنا جايبين خيط حطيناه هنا وربطناه في الحيطه بالشكل ده كده. الخيط ده طوله قد ايه؟ هو قال لي الخيط ده طوله 30 سم. تمام؟ اللي هنا الف وهنا مثلا ب. ايه تاني؟ قال لي دلوقتي السؤال بقى، اتزمت الكرة وهي مستندة على الحائط، اوجد مقدار الشد في الخيط ورد فعل الحائط. الكرة دي في كم ورق، في كم قوة بتؤثر عليها حاليا؟ في قوتين واضحين اللي هما مين؟ أول حاجة الوزن لأسفل، وتاني حاجة الخيط ده بيعمل إيه في الكرة؟ بيشدها، وطالما بيشدها يبقى في قوة شد في الخيط بالشكل ده كده، هنرمزله بالرمز ش. طب إيه تاني؟ الكرة دي مسنودة على الحائط، والحائط ده عبارة عن مستوى. قايلين في أول مثال إن أي جسم يتحط على أي مستوى يبقى فيه رد فعل عمودي على هذا المستوى، يعني هنا رد الفعل المستوى ده هيكون ليه رد فعل عمودي عليه بالشكل ده كده، يبقى هنا فيه قوة رد الفعل العمودي بالشكل ده كده، تمام. الكرة دي متزنة تحت سلسلة كم قوة؟ ثلاث قوة، مستوية، وإحنا قايلين فاكرين أنا قلت هأكد على إيه؟ إن القوة دي لازم تكون متلاقية في نقطة، القوتين دول ره والوزن 2 بيتلاقوا عند مركز الكره، يبقى لازم الشد ده كمان خط العمل بتاعه لازم يمر بمركز الكره بالشكل ده كده. المسافه دي قد ايه؟ المسافه دي 30، وطبعا طول نص قطر الكره برضه 30، لان ده نص قطر وده نص قطر وده نص قطر برضه، يبقى انصاف الاقطار كلها بكام؟ ب 30 سم. السؤال عاوزين نجيب ش. من الواضح في المساله ديت ان انا برضه ممكن استخدم قاعده مثلث القوى. تعالوا نشوف كده، لو سمينا المثلث ده ا ب م مثلا، الوزن 2 بيوازي مين؟ بيوازي الضلع ا ب لاسفل بالشكل ده كده، رد الفعل بيوازي الضلع ب م والاتجاه كده، الشد
هو نفس الضلع ميم ألف، يبقى إذا المثلث اللي اسمه إيه دوت؟ المثلث ألف ب ميم أقدر أقول عليه هو مثلث القوة اللي أضلاعه بتوازي خطوط عمل هذه القوة. القوة عندي اللي هي مين ومين ومين؟ اللي هي الاثنين وري وشين. طيب الاثنين القوة اثنين أو الوزن اثنين، مين الضلع اللي بيوازيه هنا؟ ألف ب. طب رد الفعل مين الضلع بتاعه في المثلث دوت؟ ب ميم. طب الشين مين الضلع بتاعها؟ ميم ألف. طب هل عندي أطوال أضلاع المثلث ده كله؟ تعالوا نشوف. هنا اثنين ر شين. ألف ب، ألف ب بطوله كام؟ معرفش. طيب ب ميم طولها 30. ميم ألف، ميم ألف طولها كام؟ 30 و 30 60. بس أقدر أجيب الضلع ألف ب باستخدام نظرية فيثاغورس. ألف ب هنا هيساوي الجذر التربيعي دي الوتر اللي هو 60 تربيع ناقص الضلع 30 تربيع هيديني 30 جذر 3 سنتي. يبقى إذا الضلع ألف ب طوله 30 جذر 3، وبالتالي أقدر أجيب قيمة ر من هنا. يبقى ر هنا هتساوي كام؟ 30 في 2 على 30 جذر 3، وإذا لما نحسبه هيطلع 2 جذر 3 على 3، وكان الوزن هنا بالثقل كيلو جرام. أقدر أجيب برضه قيمة شين هنا، الشين هتساوي هناخد النسبة الأولى مع الأخيرة، يبقى 2 في 60 على 30 جذر 3، ودي لما نحسبها هتطلع 4 جذر 3 على 3 ثقل كيلو جرام، وبكده يبقى احنا جبنا قيمة ر وشين رد الفعل العمودي والشد في الخيط. تعالوا نشوف مثال ثاني على قاعدة لام ومثلث القوة. تعالوا نشوف مثال رقم 4، بيقول إيه المثال؟ قضيب منتظم طوله 50 سنتي ووزنه 120 ثقل جرام. يعني إيه قضيب؟ قضيب زي ده كده، القلم ده مسطرة. طب يعني ايه قضيب منتظم؟ قضيب منتظم يعني الوزن بتاعه هيؤثر فين؟ هيؤثر في المنتصف. طب لو كان القضيب ده غير منتظم يبقى الوزن هيؤثر في نقطة تانية هو بيحددها لي في السؤال. طيب نيجي للسؤال ده ونقول قضيب منتظم طوله 50 ووزنه 120، ماله القضيب ده؟ علق من طرفي تعليقا حرا بواسطة خيطين. يبقى القضيب ده جينا علقناه بخيط من هنا وخيط من هنا. الخيطين دول اتقابلوا فين؟ وثبت طرفهما في نقطة واحدة، يعني جينا الخيط الأولاني والخيط الثاني اتقابلوا في نقطة واحدة فوق هنا. لو كان الخيطين دول طولهم قد بعض كان القضيب ده هيتزن في وضعه أفقي، لأن الخيطين قد بعض. لكن عشان الخيطين هنا واحد طوله 30 وواحد طوله 40 فالقضيب ده هيميل بالشكل ده كده. تعالوا نشوف الرسمة دي هتبقى شكلها عاملة إزاي؟ أدي القضيب هنا هيبقى قضيب مائل بالشكل ده كده. هنسميه مثلا ألف ب. والقضيب ده الوزن ده منتظم، قضيب منتظم طوله 50 ووزنه 120، يبقى الوزن هيؤثر فين قلنا؟ هيؤثر في المنتصف بالشكل ده كده. الوزن كام عندي هنا؟ 120 ثقل جرام، ويبقى دي 25 سنتي ودي 25 سنتي. القضيب ده اتعلق بواسطه ايه؟ بواسطه خيطين بالشكل ده كده. ادي الخيط الاولاني اللي طوله 30 سنتي، وادي الخيط الثاني اللي طوله 40 سنتي بالشكل ده كده. الخيطين دول بيعملوا ايه في القضيب؟ بيشدوا القضيب لاعلى، يبقى هنا في شد في الخيط الاولاني هنسميه مثلا شين واحد، وفي شد في الخيط الثاني هنسميه مثلا شين اثنين. والخيط الاولاني طوله كام؟ طوله 30 سنتي، والخيط الثاني طوله 40 سنتي. طيب القضيب ده كده اصبح متزن تحت تاثير كم قوه؟ تحت تاثير ثلاث قوه. طب احنا اتفقنا لو تفتكروا احنا قايلين ايه؟ ان لازم الثلاث قوه دي خطوط العمل تتقاطع في نقطه واحده. طب انا عندي شين واحد وشين اثنين بيتقاطعوا في النقطه ديت اللي مثلا ممكن نسميها ايم. يبقى اذا خط عمل الوزن هو كمان لازم يمر بالنقطه دي. يعني لو الوزن ده خط العمل بتاعه مديناه بالشكل ده كده لازم يتقاطع مع الثلاث قوه بالشكل ده. يبقى اصبح القضيب هنا متزن تحت تاثير كم قوه؟ ثلاث قوى متلاقيه في نقطه. هنبص على المثلث اللي قدامنا ده كده، المثلث ده اسمه ايه؟ ألف ب ج، مديني اطوال الاضلاع بتاعته، ده طوله 50 30 40. هنبدا نشوف هل المثلث ده قائم ولا لا، لان لو طلع قائم هينفعني جدا وهيسهل لي حل السؤال ده. تعالوا نشوف ازاي. هنقول في المثلث هنا اللي اسمه ألف ب ج، همسك اكبر ضلع فيه اللي هو مين؟ ألف ب
هنربعه. ده 50 تربيع يبقى 2500. طيب ضلعين التانيين اللي هما ألف جيم تربيع زائد ب جيم تربيع، هنربع ده ونجمع 30 تربيع يبقى 900 زائد 40 تربيع 1600، هنجمع يديني كام؟ 2500. اللي انا عملته ده ايه؟ عكس نظريه فيثاغورس. هل طلع ده بيساوي دوت؟ طلع بيساوي بعض، يبقى اذا المثلث دوت مثلث ايه؟ اذا المثلث ده مثلث قائم، قائم في هذه الزاويه؟ في زاويه جيم اللي هي المقابله لاكبر ضلع، يبقى اصبح المثلث ده مثلث قائم بالشكل ده كده. طيب هل اقدر استخدم في المساله دي قاعده لامي او قاعده مثلث القوى؟ تعالوا نشوف. اولا لو تتذكروا في اعدادي ده اسمه ايه؟ ده متوسط. متوسط مرسوم من الزاويه القائمه وينصف الوتر. طب ايه علاقته في المثلث؟ انه هيساوي نص طول الوتر، يعني اذا المتوسط اللي في النص ده هيبقى طوله كام؟ 25 سم. وبالتالي لو الزاويه دي مثلا سميناها ه والزاويه دي سميناها سيتا، ده مثلث ايه؟ دي 25 ودي 25، يبقى ده مثلث متساوي الساقين، وبالتالي يبقى الزاويه دي تساوي الزاويه دي، صح كده؟ وبالنسبه في المثلث الثاني برضه دي طولها 25 ودي 25، اصبح ده مثلث متساوي الساقين، دي الزاويه سيتا، وبالتالي يبقى الزاويه دي اسمها ايه؟ سيتا. طيب تعالوا نطبق قاعده لامي في المثلث ده، يبقى من الاتزان، من الاتزان هنستخدم قاعده مين؟ هنستخدم قاعدة لامي اللي بتقول إن عندي هنا مقادير القوة اللي هما كام؟ 120 و شين واحد وشين اتنين على جام جام جام. 120 على جا الزاوية المحصولة بين شين واحد وشين اتنين، شين واحد وشين اتنين الزاوية المحصولة بينهم 90 درجة. طيب شين واحد على جا الزاوية المحصولة بين 120 وشين اتنين، 120 وشين 2 الزاويه المحصوره اللي هي سيتا. شين 2 على جا الزاويه المحصوره بين 120 وشين 1، 120 وشين 1 الزاويه المحصوره بينهم ايه؟ طب هل عندي مقادير المقادير اللي تحت ديت؟ تعالوا نشوف كده. يبقى هنا 120 وهنا شين 1 وهنا شين 2 على جا 90 هو 1. طيب جا سيتا، بصوا كده معايا في المثلث القائم الكبير ا ب ج، الجا سيتا، الجا بتساوي ايه؟ المقابل على الوتر، يعني يبقى جا سيتا دي تساوي 30 على 50 اللي هي 3 على 5. طيب جا ايه في المثلث القائم الكبير؟ برضه تساوي المقابل اللي هو 40 على الوتر اللي هو 50، يعني هنا تساوي 40 على 50 اللي هي 4 على 5. وبالتالي اقدر اجيب الشين واحد ده، هاخد النسبه دي مع النسبه ديت، يبقى شين واحد تساوي 120 في 30 على 50 على 1، ودي لما نحسبها هتطلع 72 ثقل جرام. طيب اقدر اجيب الشد في الخيط الثاني، يبقى شين 2 تساوي، هناخد النسبه الاولى مع الاخيره، يبقى 120 في 40 على 50، ودي لما نحسبها هتطلع ب 96 ثقل جرام. وبالتالي كده يبقى انا قدرت اجيب الشد في الخيط الاول والشد في الخيط الثاني. تعالوا نشوف مثال على القاعدتين. تعالوا نشوف اخر مثال معانا في ترسيمه النهارده، بيقول ا ب قضيب منتظم طوله 60 سم ووزنه 24 ثقل كيلو جرام، يتصل طرفه ا بمفصل. يعني ايه مفصل؟ يعني زي بالظبط كده، او كاني مسكت القلم ده وثبته بمسمار هنا والقلم يقدر يتحرك بالشكل ده كده، او دي بنسميها ايه؟ بنسميها مفصل. المفصل ده بيكون ليه رد فعل، ولكن رد فعل المفصل غير محدد الاتجاه، يعني هو في الاخر عباره عن ايه؟ نقطه. هو رد الفعل المفروض بيكون عمودي على المستوى، وعشان ده نقطه فرد الفعل هيكون في اي اتجاه. بنحدده ازاي؟ ده بيختلف من سؤال للتاني، هنشوف ازاي دلوقتي. طيب ويتصل طرفه به مربوط بايه؟ بخيط، والخيط ده مثبت طرفه الاخر في نقطة ج تقع على الحائط فوق ا مباشرة. فاتزن القضيب في وضع ايه؟ أهم حاجة الكلمة دي، اتزن القضيب في وضع أفقي. لازم أقرأ السؤال وأشوف في الآخر القضيب وضعه عامل إزاي؟ هل في وضع أفقي زي السؤال ده؟
الان في وضع مائل هو بيحدد لي الكلام ده في السؤال. يبقى هنا القضيب التزم في وضع افقي، وبالتالي لما هنيجي نرسم القضيب اول حاجه هبدا بيه القضيب بالشكل ده كده. يبقى انا هرسم القضيب متزم في وضع افقي بالشكل ده كده. القضيب اسمه ايه؟ اسمه ا ب، وعند الالف هنا في ايه؟ في مفصل بالشكل ده كده. طيب القضيب ده منتظم، يبقى الوزن هيؤثر فين؟ ايوه بالظبط كده، هيؤثر في المنتصف. يبقى هنا الوزن يؤثر بالشكل ده كده. الوزن كام هنا؟ 24 ثقل كيلو جرام. القضيب كان طوله 60، يعني اذا دي 30 سم ودي 30 سم. المفصل ده موجود فين؟ في حائط راسي. حائط راسي بالشكل ده كده. يبقى انا عندي هنا حائط بالشكل ده. حائط راسي عمودي على القضيب بالشكل ده. طيب القضيب ده وقف كده ازاي افقيا؟ اتثبت افقيا ازاي؟ بواسطه خيط. الخيط ده مربوط من اول فين؟ من اول نقطه ب لغايه نقطه اسمها ج تقع على الحائط فوق ا مباشره بالشكل ده كده. وتبعد عن ا هو ايه اللي تبعد عن ا؟ مسافه قد ايه؟ 80 سم. والخيط ده هيعمل ايه طبعا في القضيب؟ هيشد القضيب، يعني هنا في قوه شد في الخيط. وفي ايه تاني؟ وفي رد فعل للمفصل. طب ازاي نحدد اتجاه رد فعل المفصل؟ احنا اتفقنا ان القضيب ده كده اصبح متزن تحت تاثير كم قوه؟ ثلاث قوى، الوزن والشد في الخيط ورد فعل المفصل. انا عارف منهم مين؟ الوزن والشد. طب دول بيتلاقوا فين او بيتقاطعوا فين؟ خط عمل الوزن لو طولنا كده هيتقاطع مع الشد في النقطة دي، يبقى لازم رد فعل المفصل يتقاطع في النقطة دي، وبالتالي رد فعل المفصل يبدأ من ألف لغاية نقطة تقاطع الإيه؟ لغاية نقطة تقاطع القوتين بالشكل ده كده، ويبقى هو ده رد فعل المفصل، والمطلوب إن أنا أجيب قيمة ر وإيه؟ الشين. طيب تعالوا نشوف كده. أول حاجة ده كام يا جماعة؟ ده طوله 60 وده طوله كام؟ 80. يبقى هقدر أجيب طول ب ج في المثلث القائم باستخدام نظرية فيثاغورس، يعني هيساوي الجذر التربيع ايه؟ 60 تربيع زائد 80 تربيع يطلع كام؟ 100 سم. يبقى اذا ده طوله كام يا جماعه؟ طوله 100 سم. طيب شايفين الخط ده وخط عمل الوزن بيعمل ايه؟ بيوازي ا ج وينصف ا ب. دي قاعده احنا خدناها في اعدادي بتقول ايه؟ ان لو عندي الخط ده بينصف الضلع ده ويوازي الضلع ده، اذا هيعمل ايه في الضلع الثالث؟ ايوه بالظبط كده، هينصفه. طب ده كان طوله كام احنا جايبينه؟ كان طوله 100 سم، يبقى اذا دي طولها 50 ودي طولها كام؟ 50. طب ايه كمان؟ دوت الخط ده او القطعه دي مثلا لو سميناها د ن مثلا، د ن دي كده اصبحت بتصل بين ايه؟ بين المنتصف ده والمنتصف ده. طب القطعه المستقيمه الواصله بين منتصفي للعين في مثلث بتعمل ايه؟ بتوازي الضلع الثالث وطولها يساوي نص طوله، ده 80 تصبح دي كام؟ 40 سم بالشكل ده. عاوزين نحل السؤال ده، هل تفتكروا نحل ايه؟ بقاعده لامي ولا قاعده مثلث القائم؟ من الواضح ان انا في المساله دي عندي اطوال، ما عنديش غير الزاويه بس 90. طب يبقى اذا هبدا افكر في مثلث القوة. طب مثلث القوة لازم تكون القوة دي بتوازي اضلاع المثلث او في نفس الاستقالة مع الاضلاع دي. طب تعالوا نشوف كده. الوزن 24 يوازي مين في المثلث ده؟ هلاقيه بيوازي ا ج، شايفين هنا؟ ده يوازي ده، والاتجاه هيبقى فين؟ لاسفل. طيب ايه كمان؟ رد الفعل ده على استقالة واحدة مع الضلع ا د اهو، والاتجاه كده. طب والشد منطبق على الضلع ده الجيمي، بقدر اقول ان المثلث ده هو ده مثلث يا جماعه؟ مثلث القوة، لان بصوا كده القوة بتوازي الاضلاع، وبصوا كده الاتجاه ده الاسهم كانها بتلف ورا بعض اللي احنا قلناه ايه؟ في اتجاه دوري واحد. يبقى اذا المثلث ده اللي اسمه ايه دوت؟ المثلث د ا ج ده ممكن نقول عليه هو مثلث القوة، وبالتالي هنطبق عليه قاعدة مثلث القوة اللي هي مقادير القوة اللي هي 24 و وش على 24 بتوازي انهي ضلع؟ بتوازي الضلع ج ا. طب رد الفعل ر على استقامة واحدة مع الضلع ا د. طيب ش منطبقة على الضلع د ج. هل عندي أطوال أضلاع المثلث ده كله؟ تعالوا نشوف.
يبقى انا عندي هنا 24 وري وشين. ج ا ج ا طوله كام؟ 80. طب ا د ا د طوله كام؟ ها احنا ما جبناهوش بس احنا ايوه حد بيقول لي ده زي المساله اللي فاتت، ما هو ده متوسط خارج من الزاويه القايمه يوصف الوتر، يبقى طوله هيساوي نص طول الوتر، يعني اصبح ده طوله كام؟ 50 سم، وبالتالي ا د طولها 50 وده ج برضه طولها كام؟ 50. طبعا من الواضح هنا ان ر و ش هيساوي بعض، يعني اذا اقدر اقول ان ر تساوي ش تساوي، هناخد بقى النسبه دي مع دي، 50 في 24 على 80، ودي لما نحسبها هتطلع 15 صفر كيلو جرام. كده احنا جبنا مقدار مين؟ ر و ش، هو كان طالب المقدار هنا. طب بس رد الفعل ده لو انا حبيت احدد الاتجاه بتاعه، يعني هنا كان ممكن يقول لي اوجد مقدار رد فعل المفصل واتجاهه. اتجاهه اتفقنا على الاتجاه بيحدده الزاويه، يبقى انا محتاج اعرف الزاويه دي بكام؟ نسميها مثلا سيتا. هل اقدر اجيب الزاويه دي كام اللي مع الافقي؟ تعال نشوف الزاويه سيتا في المثلث ده، وده مثلث ايه؟ لو خدنا بالنا مش ده بيوازي ده، يبقى اذا الزاويه دي يا جماعه قايمه، وبالتالي اقدر اجيب الزاويه دي ازاي؟ انا عندي اقطاع المثلث الصغير ده الف نون د، يبقى اقدر اقول ان ص سيتا في المثلث ده تساوي المقابل على المجاور 40 على 30 يساوي 4 على 3، وبالتالي اقدر اجيب زاويه سيتا باستخدام الاله. هنعمل بالاله شيفت تان، يطلع زاويه سيتا ديت تساوي 53 درجه و 8 دقايق، ويبقى كده احنا حددنا مقدار رد فعل المفصل، وكمان حددنا مين؟ الاتجاه بتاعه. اتمنى ان احنا نكون فهمنا قاعده لامي وقاعده مثلث القوى لاتزان جسم تحت تاثير ثلاث قوى مستويه متلاقيه في نقطه، والى اللقاء في دروس اخرى ان شاء الله.